السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لفيديوهاتنا الجميلة تاني وهنعرض الجديد الشديد. الايه؟ جديد حبايبنا في كل مكان، نقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، عدوا بخير. فنرجع نعمل فيديوهاتنا الطبيعية تاني علشان شهر رمضان، فنرجع للفيديوهات اللذيذة اللي كنا بنقدم فيها طنط بكيسة. يلا بينا النهاردة فيديو جديد، ترند جديد، حصر جديد. يا عم بص بقى، بص بقى يا عم، بص بقى يا عم، يا عم بص بقى. انا ما يهمنيش الفلوس يا معلم، كل اللي يهمني رضاك عني يا معلم. طب روح وانا راضي عنك يا معلم. مش كيف اللي يعوق معلم، حتى عد الطب معلم. بقول لك يا ابو السيد، قول يا لفته ما تخافش، يبقى فكرنا اجيب مرايه. اشمعنى يا لفته؟ عشان ابطل اخد على قفايا، والقران جامده. دول اسمعوا عجباني ومفيش عجبني يا زلمه. لما مراتك تصلي وتخلص صلاه قول لها حرم، بلاش تقول لها تقبل الله، انت مش عارف هي دعت بايه. خش لو نصيبك يمكن تجيبك. اللي عجبه الفيديو ما يستناش يشترك في القناة، يتقى لايك وشير متابعة عشان تهمنا.